الأخيرة من صباحنا غير رح تكون مع المرأة السورية اللي عودتنا على مشاريع مميزة ومشاريع بتقدر تعتمد فيها على حالها. رح نحكي عن فكرة الطباخة الاقتصادي، لي أنا أول مرة بسمع بهذا العنوان صراحة. وانا اول ما فاتت الست سهير اكيد قلت له واو، صار عنا بسوريا منا. يمكن انا شوي بشوفها على على النت الانستغرام، كثير عالم هيك صاروا يخزنوا، بس ما بعرف شو هي ولا بعرف شو طريقتها. رح نحكي اكثر عن هالمشروع، وبدنا نرحب بضيفتنا والمميزه، وخاصه بالعيد بدنا نرحب بالسيده سهير تميم. صباح الخير ست صباح سهير، النور، اهلا اهلا وسهلا وسهلا فيك. صباحك بالخير، واهلا وسهلا فيكي. الله اول يخليك سؤال لنا. سالتك، يا شو الطباخ الاقتصادي؟ انا ما شفته صراحه، ولا يعني ما شفته على النت ولا حتى سمعت بالاسم، فهو جديد علينا كلياتنا. هلا هو جديد بسوريا، بس الفكره كانت من زمان، من التسعينات تقريبا بجنوب افريقيا، وقت صار في قطع للاشجار الجائر مشان يطبخوا النسوان، قاموا عملوا لهم هالطباخ، بس كان محشي بمواد بدائيه كثير مثل التبن او صوف الخروف لانه بيعطي دفى. احنا طورنا المواد المحشيه بقلبه، وابتدت الفكرة طبعا من أختي بهولندا، بنعمله هو موجود بس بسوريا أنا أول وحدة بساويه. عم نشوف شو حاجة العالم هون، شو بحاجة لشي يوفروا فيه غاز، يسهل يوفروا فيه كهرباء، شي بيريح ست البيت، ست الموظفة خاصة. بترجع من شغلها تعبانة بدها تطبخ هالطبخة، ما في وقت، لا أنا موظفة بعمل طبختي قبل ما أطلع، بحطها بقلب الطباخ، بأمن وبروح على شغلي، برجع بفتح أكلتي سخنة وجاهزة ومستوية. في ناس أخذين فكرة إنه هو بس بحفظ الحرارة، لا هو بطبخ بكمل استواء الطبخة. طبعا يعني أنا بحطها على الغاز للطبخة، أكيد إيه، يعني بحطها هيك وبعملها وبخلصها وبعدين إيه بحطها، إيه بكفي الاستواء هو. أيوة بدها تاخذ حرارة من الغاز بهون، وبعدين بنحطها بقلب الطباخ بتكمل استواء بفضل هالمواد العازلة اللي بتحفظ الحرارة جوا، الحرارة ما بتطلع لبرا. طب ما بتخم الأكلة إذا مثلا ضلت 8 ساعات لا بقلبها؟ أبدا لا أبدا. هلأ في أكلات بتطول، مثلا ورق العنب بطول، ورق العنب أنا بعمله بالسهرة بتركه للصبح ما بيأثر أبدا طالما حرارة فيه. بغلي غلوة على الغاز، بغلي غلوة على الغاز وبعدين بحطه بقلبه. في أكلات كتير بتضطري تتركيها للصبح مثل البقول، الحمص والفول والفاصولية البيضاء، هدول بدهم وقت على الغاز، بدك تحطين على الغاز بدهم شي ساعة ليستوي، يمكن أكثر كمان. لا أنا بحطهم 10 دقايق على النار، بحطه بقلب الطباخ وبتركهم من بالليل لتاني يوم الصبح. خلينا نشوف هيك، بقوم بلاقي مع بعض. هلأ نفتح الأكلة. هلأ هو عبارة، في أكلة كمان، في أنا جبت لكم أكلة. هلأ هو عبارة عن، شايفين يعني هون انا فيني اول شيء شوفي بقلبه. هلا في هي المواد ثلاثه بتحفظ هي مثل الحراره، حبيبات صح؟ ايه كله حبيبات، ايه ثلاث مواد كلها حبيبات. أوكي. هي بتحفظ الحراره جوا، طبعا هي الغطاي، ومن جوا شايفين شكله كثير شيك كثير حلو. طبعا في الوان ثانيه، كل وحده بتاخذ اللون اللي بناسب مطبخها. آمن، صديق للبيئة، صحي، ما في شيء يعني له عمر محدد؟ لا هلا كل ما ست البيت اعتنت فيه منيح بضل عندها. كيف يعني اعتنت فيه؟ هلا شو العناية؟ أنا عادة بحط مثلا بشكير المطبخ هون، بحط بقلب الطنجرة بلفها مشان ما يتوسخ لي، هو الأكل ما عم بيغلي أو يطرطش على الغاز وعلى البخار، لا هو من الحرارة اللي موجودة جوا البشكير. بلف الطنجرة بقلب البشكير وبسكره، في حال توسخ أو إجا عليه شيء بنحط بالغسالة الأوتوماتيك عادي، بنغسل عادي بالغسالة الأوتوماتيك على 30 درجة. هلأ أنا هذا غسلته لأنه كنت مشاركة ببازار ونفتحه لفي بقلب طنجرة. طيب يلا رح أساعدك. آه بعدها سخنة كمان؟ أي أكيد سخنة، بدنا ما فيك نفتحها. تقومي أنت دقيقة شوي مشان المايك. انا هون رابطي عندك عقدته. طيب قبل كنا عم نحكي انه بيحفظ الحراره، نحن بالصيف اصلا بنخاف من نترك الاكل ساعتين برا المطبخ لانه عم تستوي. هلا فيكم تشوفي سخنه لساتها سخنه. انا حطيتها هي من ايمتى عملتيها؟ هلا عملتها هي من الساعه 8:30. اوكي ايه حطيتها بطنجره واجيت. طيب بس سؤال، هلا نحن ليك وشو معنا؟ معنا رز، ما بعرف اذا برغل. ايه لا هي مقلوبه هي فلسطينيه مقلوبه. مقلوبه. طيب انت غليتي المي؟
هلا انا شو يعني المي حطيتيها غمرتيها وطبقتيها غمرتيها بالمي؟ كان فيها مي على فكره لما حطيتها كان فيها مي وطبقتها واجيت يعني مشوار هالطريق. لا انا بس بدي بدنا هيك نعرف المشاهدين يعني انا قلبت اول قلبه مي تمام هون قلبت المي فيني انا هلا احطها بال دغري وقت تاخذ حراره وتشوفي غليت دغري بتحطيها بقلب الطباخ بتكمريها منيح. طبعا خلال الاستواء ما فيك تفتحي الطباخ متى ما فتحناه الحراره راح تطلع لبرا خلص. طب قد ايه اقل شيء كم ساعه بتوقف؟ هلا كل طبخه لها وقت. هلا مثلا الرز بده ساعه، البرغل بده ساعه، اللحمه اخذت معي وقت شيء 3 ساعات انا حاطه لحمه، الدجاج ساعتين شايفين البخار بخار هلا سخنه نار احترقت هلا بدنا نقلبها انا مشان هيك جبت يلا قلبي لنا اياها يا ست سهير رح نقلبها بس نارها سخنه كثير ايه سخنه. طيب رح نحطها هيك هي بلاستيك هتخاف اي امس بس كان بدنا صينيه اكبر تماما يلا طبعا الاكل هون ما بيلزق ما بيلزق بضل السخن شايفك بالمعلقه استخدمي المعلقه اذا في اللحمه ايه اللحمه 3 ساعات بدها الدجاج ساعتين البقول والبطاطا مستويه على الاخير هي البطاطا صعبه هلا البطاطا والباذنجان انا قليتهم قليتيهم سلقت الحمص كمان لحال بقلب واللحمه لحال كمان واللحمه لحال وبعدين طبقتها وحطيت اللحمه دوقيها صحه وهنا كان بدها صينية أكبر سخنة كان مفروض صينية أكبر ما هيك الستات بيخافوا خصوصا بالرز والبرغل يخبص هون لا هلا متى ما عرفت الست عيارة للرز العيار هلا مثلا أنا حاطة هون كاستين رز حطيت 4 كاسات مي مو مي هي مرقة اللحمة لأن عرفاني أنا العيار تبع الرز هلا حسب نوعية الرز والبرغل يعني بتطبخ ست البيت طبخة عادي كأنها عم تطبخها على الغاز لكن البخار كيف عادي يطلع منها يعني بعدها لساتها سخنة طيب إذا أنا يعني هيك قد ايه بتضل سخنة كم ساعة تقريبا هلا إذا ما فتحتي عليها ما فتحتي ايه بتضلها 9 ساعات تحفظ الحرارة بس احنا ما فينا نتركها 9 ساعات بصير الرز كثير مستوي فكره قديش حلوه يعني مثلا اذا السيدات بتستخدموا الطباخ الكهربائي وقطعت الكهرباء ما لحقوا الطبخه ففيهم يكفوهم وفرنا بالغاز وفرنا بكثير تفاصيل مشروع كثير كثير حلو وجديد يعني هو جديد بسوريا قلت لك انا بنعمله بهولندا عندنا فرع بهولندا بنعمله كثير لقى اقبال تصنيع منيك. هون ما في ابدا بسوريا لا يعني ما في تجي القطع جاهزه لا ما في بتصور انا اول وحده بعمله هون بسوريا تعملي انت صنعتيه بسوريا اظن ايه ايه انا هذا بعمله تمام. بالبيت في كثير اخذوا منه كثير انبسطوا يعني كثير بيريح ست البيت عن جد يعني انا ما فيني استغني عنه هلا تعودت عليه كل طبخه لازم حتى اذا بدك تاخدي على رحله او رحله حلو للسيران للمسبح مره رحنا على المسبح واخذت الطنجره قال يلا بدنا نطلب اكل شو تطلبوا اكل تعوا لهون انا جايبه اكل شو وين الاكل هيك هون عملنا مجدره وخدجات سلطه اي غير شكل ايه كثير منيح للرحلات وعلى فكره هو بحفظ الحراره وبحفظ البروده كمان يعني فيني احط مثلا شيء بارد في شيء بارد بحفظه كثير منيح يعني قطع الثلج بتضل ايه لانه جربت انا جبت بوظه حطيته بقلب الطباخ ضلهم شيء 5 ساعات لوصلت على البيت فتحنا ما دايبين ولا شيء هي هذا دواء للسفر كثير منيح للسفر للسيران هلا عم فكر اعمل شيء لطلاب الجامعه للموظفين شيء صغير صغير بكفي انينه المي انينه المي الصغيره بتضل او القهوه بتضلها بارده القهوه يعني اي شيء يا اما بارد يا اما سخن يعني هو كثير يعني بجنن ما بعرف سالتك عن التكلفه يعني اذا سيده بتشتري تكلفته مرتفعه ولا هلا تكلفته انا كثير عم براعي هون دخل المواطن هلا برا ببيعوه بسعر يعني اذا بدنا نحسبه على السوري بيطلع فوق ال 100,000 انا عم ببيعه الكبير ب 70 الوسط ب 50 الصغير ب 30 وفي عندنا كمان هون شغله كثير رح تحبوها هذا ابريق المته ابريق المته هذا غير شكل بتحط ابريق المته هون بضل السخن تقريبا 3 ساعات ما في داعي تشيلي هون مشان الزنبوعه هذا دواء بالشتي هذا بجنن بالشتي بدل ما راح جاي نسخن الابريق جوزي بحب اكرك عجم تقيل كثير كنت احط بريق الشاي هون واتركه بيطلع شاي غير شكل
غير شكل. ايه للقهوه ممكن كمان عشان تضلها سخنه يعني. ايه والبريق المتي هو اكثر شيء انا ساويته. طب الفكره كيف اجت ببالك؟ انت عم تحكي لنا عن اختك اللي موجوده بالخارج، أيه؟ انت طلعتي لسافرتي شفتي ولا هي حكت لك عنه او شفتي؟ لا ما سافرت هي، اول ما خطر لنا هي الفكره حكت معي قالت لي ليش ما بتعملي بسوريا؟ لانه هي حاولت انه تصدره لتبعت على الشام لهون كثير صعب. فقالت لي شو رايك تعملي؟ وانا عندي هوايه بالخياطه وبالهاند ميد الي مراء يعني. فعلا جربت اول واحد، بيني وبينكم ما كنت مصدقه، جربت اول واحد من بقايا عندي بالبيت. اول ما حطيت عملت الرز اول مره عن جد مثل السحر، تحسي سحر. فتحت مو معقول يعني، بعدين بلشت اطور فيه. طبعا المواد اللي محشيه جوا في ماده كثير قليله هون بسوريا، كثير تعذبت لقيتها بالاخير، لقيتها بس كثير قليله قليله كثير واسعارها غاليه يعني. ما بدي اقول لك، فجربت عملت كذا نموذج، اجربهم كل شيء بدي ابيعه بدي اجربه طبعا. اجربه ما بعرف، مو معقول يعني هلا بس حدا تحكي معه تقولي له طباخ إيه، وين الكهرباء وين النار وين ما في كهرباء ما في طيب نار. ست سهير احنا بدنا نقتصد يعني. فكره كثير حلوه وانا اول حدا هلا راح اخذ من عندك، ولكن غيرنا كيف فيه يحصل على هالطباخ؟ كيف عم تسوقي له؟ وين بيلاقوكي؟ حتى على فيسبوك هلا انت بتسوقي له، ولكن ايه هي قطعه ما انا موجوده، هي ما انا قطعه ثياب لحتى بدهم العالم يجربوا ويلقوا. ايه هيك يعني انه جديده بعدها بالبلد. خلينا نحكي كيف عم تسوقي له وكيف نحصل عليها. هلا انا عم بعملهم عندي بالبيت تسويق يعني، في عندي بشحن لجميع المحافظات، شحنت على حمص على حلب على اللاذقيه واللي قراب، انا ساكنه بجديده عرطوز البلد، اللي قراب ممكن يجوا هن بياخذوا، وإذا بعاد ببعت لهم عادي عن طريق شركة القدموس. ايه طيب وبركي يجربوا ما حبوه فيهم يجربوا، إذا ما حبوه يرجعوا لي اياه. كمان الثقة بالمنتج عادي. نحن عم نحكي عن قديش نحن واثقين بالمنتج تبعنا اللي شاغلين فيه اللي موجودة عندك. طيب خلينا نحكي عن فكرة اليوم، إذا بدنا نقول صعوبات ممكن تواجهك بهيك مشروع، شوفي حاليا أنت تجاوزتي المواد. هلأ أكيد في صعوبات. أول شغلة الكهرباء، الكهرباء أنا عم بستنى هالساعة زمان، وقت يجي الكهرباء بقوم بشتغل. قديش بياخذ معك وقت؟ هلأ يعني هو خياطته بده وقت وحشيه بده وقت كمان تقريبا يعني أسبوع يعني خلال ساعة إذا ما قمت أبدا يعني بخيط لي شيء اثنين. أوكي سريع ما شاء الله. حشيهم طبعا بخلي أنا الحشي وقت تقطع الكهرباء عشان ما أضيع وقت. تاني مشكلة مثل ما قلت لك الماء، في مادة ما عم بلاقيها يعني بصعوبة لقيتها آخر مرة وغليان الدبل يعني كنت أجيبه 20 صار 40,000 الكيلو يعني مو معقول الأسعار كلها كل مالها عم ترتفع. فاللي بياخذ هلأ بسبعين أحسن ما ياخذه أحسن ما ياخذه بكرة رح كل ما غليت المواد. حتى القماشة أنا اخترت هاي القماشة بالذات لأن هي بحسها شوي أخذي من التراث. هو القماش الدماسكو اسمه، اخذ شوي من تراث، في الوان ثانيه، في نقشات ثانيه. طبعا انا بشتغلهم بكل حب وضمير يعني، كل اللي اخذوه عن جد كثير انبسطوا منه لانه شغله انا حاببتها وحابه اطورها للاحسن يعني. في شغلات ثانيه ممكن نستخدم نفس المواد العازله بس نعمل شغلات ثانيه كمان نستفيد منها ببيتنا وبحياتنا بشكل عام بأزمة هالكهرباء وهالغاز. صح. اللي عم نعاني منها بسوريا يعني فكرة أكثر من رائعة وفكرة كثير مفيدة واليوم كثير انبسطنا معك ست سهير. بس بدنا نقول لهم اسم الصفحة للمشاهدين مشان أنا سهير تميم، أنا نسيت أجيبها. سهير مكتوبة تميم مكتوبة بالعربي على الفيسبوك؟ إيه على الفيس، عندي الانستغرام. أوكي بالعربي مكتوبة على الفيس؟ إيه لا 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 مكتوبة بالانجليزي. أو يكتب الطباخ الاقتصادي يمكن بيطلع لهم بالسيرش. الطباخ الاقتصادي إيه عندي صفحة على اليوتيوب، هلا هي متواضعه شوي ما صار لي زمان بلشي، بس اول ما بلشت نزل كثير اكلات مجربه كثير اكلات فيها بيناتهم ورق العنب اللي رح ترعى لهم بورق العنب وتحته السجقات وتحته هلية وهيك. ففيهم يفوتوا على صفحتي فيني اكتب لهم اسمي
انا بكتبها بالفرنسي اس او اذا هي مشان كل حدا حابب اس او رح هجي بالانجلش اس او يو اتش اي اي ار تميم عادي انا لغتي فرنسيه انا انست فرنسي لغه فرنسيه اهلا وسهلا اكيد انبسطنا فيكي يعني شغله هوايه يعني فكره كثير حلوه كثير مفيده شكرا كثير لك عفوا قديش انت حدا كثير حلو من جوا شكرا وعكستي هيدا الشيء بقطعك الحلوه وما في شيء بيوقف بوش اي حدا عنده مشروع أكيد لا عنده هدف في لسه في كثير افكار كثير افكار نحن بانتظار اكيد الله بانتظار هيك افكار نحن بحاجتها عن جد جديدة عم تلبي احتياجاتنا وخصوصا بهذا الوقت وبتشبهي كل سيدة سورية اليوم جميلة ما بتوقف ما بتخلي الصعاب يمكن شوي هيك بتكسرها او توقف فبنتشكرك اليوم لوجودك معنا عفوا شكرا لكم كمان وكل عام وانتم بخير وانت بألف خير ينعاد عليك يا رب وعائلتك